برحب بحضراتكم، والفقرة الأخيرة الطبية اللي كل مرة بيبقى معانا ملف مختلف فيها أكيد بيفيد يعني كل الناس اللي بتتابعنا. دلوقتي هنتكلم عن فكرة جوع الشتاء. جوع الشتاء أو جوع أصلا بفكرة بشكل عام هي بتبقى متعة، فعلا الواحد ياكل كده بتبقى متعة. الجوع بيرتبط كمان بحاجات كتيرة جدا، ممكن تبقى حاجات كمان نفسية ملهاش علاقة حتى إنك فعلا جعان، دي بتبقى أسباب نفسية هي اللي بتخلينا نحس إن إحنا جعانين. لما تيجي بقى كمان تربط كل ده بفصل الشتاء والحرق بيبقى ممكن اعلى، فالجوع بيبقى ازيد، فالاكل بيبقى بكميات اكبر، فبالتالي بنزيد في الوزن. كل ده بيخلينا في النهايه عايزين حل. الحل بقى هنحاول ان احنا نعرفه النهارده من خلال ضيفتنا اللي منورانا طبعا دكتور هام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه. وعندي اسئله كتيره قوي، بس في البدايه طبعا بونجور. صباح الفل عليك يا ملف مهم، والجوع وفصل الشتاء، واحنا خلاص داخلين على فصل الشتاء، ايام قليله جدا تفصلنا عن بدايه فصل الشتاء يعني. وخلينا نعرف كده ايه العلاقه ما بين الشتاء اصلا والاكل الكتير وزياده الوزن يعني كعنوان في الاول. بصي يعني في كم معلومات غلط شويه عند بعض الناس، فاحنا هنقول الصح ايه ونفهم الناس حلو. المشكله فين. فكره ان الشتاء بيتخن دي معلومه خاطئه، الشتاء بالعكس فرصه جميله جدا جدا، يا ريت كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يستغلوها جدا، ان معدل الحرق بيكون عالي يا نهاوند عشان جسمك بيبقى شغال زي المكنه عارفه الدفايه عمال يحرق في وقود عشان يدفي نفسه، فهو بيحرق في نفسه. فانت لو ما عملتيلوش بقى الامداد اللي هو اكل زياده واصحى وسط الليل اكل والسحلب والبطاطا بالكم الكبير، انا ما بقولش الحاجه ممنوعه، خلينا نتفق انا هوند ان الممنوع مرغوب، وان احنا زي ما انت قلتي النفسيه احيانا بتكون دواها الوحيد اكل وما احرمش نفسي. فانا مش عايزه اتكلم بصيغه الطبيب اللي قاعد بيدي احكام ولا وممنوع وممنوع، وفي الاخر ما بنتكلمش كلام واقعي. الكلام الواقعي بيقول ايه؟ ان الشتاء حرقه اعلى بكتير، فدي فرصه حلوه اغتنموها، شهيتكم مفتوحة مش قادرين تقفلوها عشان البرد والسقعة والمود والمزاج الوحش، هنعمل حلول رائعة وطبيعية بديلة هتساعدكم في ان احنا نقلل شهيتنا ونحد منها، وهي منتج بيستا او كورس بيستا المتكامل اللي شركة بايو ناتشرز بتقدمه يا نهوان عشان حل المشكلة دي بالذات. أي شخص بيعاني من الشهية المفتوحة نتيجة مشاكل كتير جدا متنوعة، هو بيحب الأكل، هو عنده شراهة، هو زايد في الوزن أصلا أوريدي كمية كبيرة من الوزن، احنا النهارده شركه باي ناتشرالز بتقدم اكياس من الالياف المالئه، الشوفان، رده القمح، قشور السيليوم، بناخدها قبل كل وجبه بنص ساعه لساعه، فبالتالي لما تيجي تاخدي بقى وجبه الفطار او الغداء او العشاء المتاخر بالليل في ليالي الشتاء البارده اللي انت تكوني عايزه تاكلي فيه كميات محترمه، هتلاقي نفسك قدرتك على الاكل قلت للنص واحيانا للربع مع السيدات بالذات، لان طبعا كميه اكلهم بتبقى غير الرجال شويه، مهما كلوا بيكونوا مش بهذا القدر. طيب ده مين اللي بياكل اكتر يعني؟ المفروض الرجاله. ده الطبيعي يعني، وزي يعني متعرف عليه بالظبط كده، وزي ما ظهر على الشاشه بس ما بيتخلوش زينا عشان كتلتهم بقى العضليه عاليه جدا جدا، فبتخلي حرق الدهون. لسه بقول لك محرق الدهون يعني، هم الشتاء مع البرد مع ان هم عندهم عضلات جيده حتى لو هم مش بيروحوا جيم ولا بيمارسوا رياضه، فرصتهم لفقدان الوزن اللي هي طبعا مع كورس بيستا دايما بنقول متوسط من 8 ل 12 كيلو شهريا، وده رقم ممتاز جدا جدا ان انت تخسي بطريقه امنه بمنتجات كلها طبيعيه. والكورس عايز اقول يا نهوان اللي اي حد بيتفرج علينا دلوقتي يقدر يطلبه من خلال الارقام فقط اللي ظاهره على الشاشه، وصفحه بايو بيستا برضو اللي ظاهره قدامنا على الشاشه، لان شركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري فقط لكورس بيستا، ودي معلومه مهمه جدا دي جدا. دي نقطه مهمه عشان ما حدش يجي يبيعه لك، هو اصلا على فكره سعره مناسب جدا لكل الناس يعني بجد، مش عايزه اقول لحضراتكم كام بس بجد مناسب، وخدوها مني عن ثقه لكل الناس. فاللي هيجي يقول لك بقى هنبيعه لك بحاجه اقل، ما هو حاجه اقل ده يعني ده ما يبقاش ثمن مشوار من مهندسين لمصر الجديده بالظبط، ده هيبقى اكتر كمان من غير مشوار بقى، فانت مش محتاج تعمل ده خالص. بالظبط، انت عندك حاجه رائعه جدا شركه بايو ناتشرز بتقدمها يعني هواند، ان في متابعه مجانيه اسبوعيه من خلال فريق طبي متكامل، فانت مش محتاجه زي ما انت بتقولي تركبي مواصلات وتروحي للدكتور ولا تاخدي ضيعي من وقتك، هي مكالمه تليفونيه اسبوعيه مع فريقنا الطبي المتخصص بيتابعك، ودي بتكون مجانيه بلس فيتامين دي 3 هديه على الكورس، والكورس اللي هو بيستا الالياف المالئه مستخلص القهوه الخضراء، وطبعا قلب مالتي فيت المالتي فيتامين الرائع جدا اللي فيه 13 عنصر يا نهوان، من الحاجات اللي صعب تلاقيها في مالتي فيتامين من الموجودين في الاسواق او في الصيدليات، لانه في ميكس من البي كومبلكس او مجموعه فيتامين بي 12 عاده مش دايما بتكون موجوده في منتج واحد، زائد الزنك زائد كل الفيتامينز اللي انت دايما كاي حد بيمشي على دايت، وكلنا اكيد عدينا على المرحله دي في حياتنا عايزين نخس حتى لو 5 كيلو كل واحد بقى على حسب مهمته ايه، بتعاني دايما انا خسيت يا دكتور بس شعري تساقط،
بشرتي تعبانه، هالات سودا، حاسه ان انا ما عنديش باور وطاقه. والحمد لله الحمد لله مع التواصل مع فريقنا الطبي على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، دايما كل اللي مشيوا على الكرسي نوان بيقولوا حاجه واحده، احنا عكس اي نظام غذائي مشينا عليه. صحيح انتوا مش ماشيين على دايت شديد خالص، لان كده او كده مش بتحرمي حد من الاكل، انت بتعملي يعني اكلك العادي جدا اللي في البيت الطبيعي، سواء عامله مكرونه بشاميل. شوفي ايه الاكل اللي انت بتعمليه في بيتك اللي هو طبعا مش زي اكل الدايت المبالغ في اسعاره. لسته الدكتور عاده بتاعه الدايت بتكون فيها شويه عناصر غاليه شويه. بصراحه دي غريبه قوي النقطه دي، يعني فعلا الناس اللي بتعمل دايت بتدفع فلوس اكتر عشان تخس بالظبط، يعني عن الاكل العادي بقى اللي احنا بناكله ده. فانت بقى دلوقتي هتعملي ايه؟ هتاخدي منتج اولا طبيعي وزي ما انت قلتي سعره في متناول للجميع، بلس مش مضطره تجيبي اكل مخصوص خاص بالدايت بميزانيه تانية خالص، بلس مجهود ان انت تعملي اكل سبيشال ليكي او لجوزك او لابنك لو عنده. ودي معلومه عايزه اقولها برده مهمه جدا جدا، مناسبه بقى الامهات والمدارس والنوادي والحاجات دي كلها، بيستا من المنتجات الرائعه جدا جدا يا نهاوند اللي بتجيب نتيجه رائعه لفقدان الوزن مع الاطفال من اول سن 13 سنه. ان بطريقه امنه وما بتحسيش ان انت حرماه يعني عن زمايله. انا طفل دلوقتي وسط زمايلي في المدرسه في البريك في نادي في الشارع في اي مكان، الطفل موجود في قرايبه، لما تحس ان انت لا لا انت مش هتاكل ده زي قرايبك عشان انت عندك سمنه، هتعمل مشكله عند الطفل، مشاكل صراحة نفسيه اكتر من مشاكل نفسيه اللي هي عنده بسبب التنمر عشان هو مش بيلعب كره قدم عشان هو وزنه زايد وهكذا. طب احنا لازم بقى نحل مشاكل ولادنا دي بان احنا نحل مشكله السمنه بطريقه هاديه وبسيطه من غير عبء، بس انت تكوني ام ذكيه وشاطره وعارفه ان انت برده الدور بيبقى عندك، ان انت الحاجات اللي بتوفريها في البيت في الثلاجه حاولي تكون مش جايبه حلويات وتورت وعامله في البيت كيكات عشان الشتاء وحطها قدام ابنك. كلنا أو بنحب الكيكات دي، ما هو بس نحد والبيتزا منها البيتي. ايوه الحاجات ما هي جميله يا نهاوند، انت جوعتيني والله. ما انت جايه نهاوند تبوظي المشاهدين مش تشجعيهم. ناخد ميستا قبل الكيكه. ما لو خد على فكره فعلا، ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله، ان هو انت هتعملي الاكل البطاطا والحاجات دي كلها بس بيستا هيقنن من الكميات جدا جدا، بس ما تجيش تحطي مغريات لستة مغريات كبيره بقى قدام الطفل وبتتحديه في ان هو لا، يعني خلي اكليه بروتين كويس، اكليه خضار وفاكهه كويس، وبعد كده اعملي الكيكه اعملي البطاطا. انا بيستا والكورس مش منعك من ده، بالعكس ان هتاكلي انت او الطفل كميات قليله او مريض سكر. خلي بالك يا نهاوند ميزه كورس بيستا او منتجات شركه بقى بايو ناتشرز، برده عايزه افكركم تاني من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هي الارقام الحصريه ان شركه بايو ناتشرز زي الوكيل الحصري لمنتج بيستا. وتاني صفحه بايو بيستا تقدروا تدخلوا عليها عشان تشوفوا كل المنتجات اللي بتوفرها شركه بايو ناتشرلز، هي منتجات امنه وطبيعيه 100% مناسبه لجميع الاعمار ولاي حد عنده اي مشاكل مزمنه، سكر ضغط كوليسترول، ما عنديش اي مشكله او تحفظ معاها. دي نقطه مهمه جدا. طيب دايما بنحب ان احنا نسمع على الارض الناس برضو بتقول ايه، الناس اللي هي جربت هذا المنتج وازاي فرق معاهم في حياتهم وقدروا ان هم يخسوا قد ايه في خلال وقت قد ايه. خلينا نروح يعني نشوف الفيديو ده بكيس معينة، هو اسمه إبراهيم وبيحكي عن تجربته مع بيستا وازاي قدر ان هو من خلال كمان فقدانه للوزن ان حياته تختلف بشكل ايجابي. يعني خلينا نتابع. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي إبراهيم محمد إمام، عندي 27 سنة، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش اعرف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. دايما لما بسمع حد من الناس اللي هي عندها كان سمنه مفرطه او اوفر ويت بشكل كبير، ازاي الخسسان وفقدان الوزن الزائد ده بيفرق في حياتهم؟ يعني في ناس كانت تيجي تقول لك انا ما كنتش عارفه اتجوز عشان وزني الزائد، في ناس تقول لك انا نفسيتي كانت تعبانه جدا، في ناس تقول لك انا ما كنتش لاقي شغل عشان وزني الزياده، فحاجات كتيره كانت هي العائق فيها في استمرار الحياه والنجاح.
السمنه. فده ملف مش حاجه جماليه على قد ما هو حاجه اساسيه ان احنا نوصل للوزن السليم، وكمان ان احنا نتفادى امراض كتيره جدا على اللونج تيرم او لما نكبر ان هي يعني نصاب بيها. فملف شائك وليه كمان امور كتيره متشعبه منه. انا عايزه اروح معاكي برضو بما ان احنا بنتكلم عن الشتاء وعن الجوع، انا ازاي احاول ان انا من خلال بني ادم ما عندوش اراده قليله ان هو اخلي منه بني ادم لا قادر ان هو يحقق اللي هو نفسه على الارض، يقدر ان هو يتحكم في شهيته، وبالتالي برضه ما يفقدش فيتامينز الجسم محتاجها. ايه اللي مع بيستا بعد ما خلص الكورس ده او حتى اثناء ما انا باخده للتثبيت ممكن ان هو يعوض لي الفيتامينز ويحسن من مودي ويحسن من الوظائف المختلفه اللي في الجسم، يعني بالتالي اللي هي بتفقد مع تقليل كميات الاكل اليوميه؟ اوكي، السؤال ده حلو قوي. انا هو مرتب بس يعني لامم الدنيا، بس هو بقى يعني بس هو احنا نقفل الحلقه بعد دي. هو ده يبقى الختام، لان هو ده زي ما بقول لك انت عارفه ده اللي بالظبط اللي شركه بايو ناتشرز فكرت فيه. ازاي الناس اللي بتروح مدى عمرها ده كله على مليون دكتور دايت، تدفع كشوفات وتعمل اجهزه اللي هي طبعا انا شايفه ما لهاش اي لازمه خالص، لان هي مرحله ما في نهايه المشوار خالص للنحت. لكن انا عشان افقد وزن افضل اقول انا نزلت كام سنتيمترات، ده كله كلام خاطئ. ان انا اعمل عمليات بالاف الجنيهات، ان انا اعمل بالون اللي بتوسع المعده، كل دي حاجات شركه بايو ناتشرز عرفت ان نتائجها للاسف بتؤدي للفشل مع معظم العيانين. فقرروا ان احنا نعمل ايه، نديكي منظومه الاسئله اللي انت سالتي عليها دي اجاباتها كلها في كورس بيستا. بمعنى ايه؟ انا اديتك الحاجه اللي تعمل كنترول على الشهيه والاراده اللي ضعفت نتيجه حاجات كتير، منها النفسيه، منها الضغوطات، منها ان انا عملت محاولات كتير وفشلت. فانا عملت حاجه مؤقته ان انا اعمل لك بيها الشهيه من غير ما اوسع معدتك زي البالونه اللي بتتعمل بره، الياف طبيعيه هتنفش في معدتك. طب دي اول خطوه. الخطوه الثانيه، سرعت عندك الحرق بريت عالي جدا بان انا اديتك مستخلص القهوه الخضراء اللي معمول بتركيز معين فعلا بيفرق في الحرق. طب دي النقطه. النقطه الثالثه بقى قلب مالتي فيت، الفيتامين المركب من 13 عنصر بيشتغلوا على كل حاجه في جسمك علشان ما يكونش فيه اي عنصر ناقص. طب بس كده عشان يبقى شكلي حلو والفيتامينز متظبطه؟ لا، عشان نقص الفيتامينز بقى هوند بيؤدي بطريقه غير مباشره لضعف معدل الحرق اللي هتلاقينا مع الوقت. ده انا كنت جايبه ورقه كنت ماشي عليها زمان من كام سنه، بطلعها دلوقتي وامشي عليها ما خسيتش غير 200 جرام. ده نتيجه ايه؟ ان انت عندك نواقص من الفيتامينز ادت لاعاقه معدل الحرق. ونضيف لده ايه بقى؟ شركه بايو ناتشرز قامت حاطه فيتامين دي 3 هديه على الكورس. طب ده ليه؟ عشان اي هديه والسلام ولا عشان في مقصد من ده؟ المقصد ان نقص فيتامين دي بيؤدي لمشاكل كتير لا حصر لها، اولهم ضعف معدل الحرق، الام العظم، حاله الكسل والتعب، مشاكل كتير من الاكتئاب اللي الناس كتير بتعاني منها دلوقتي. انا هوند وبالتالي انا مكتئبه فباكل وبفتح باب الثلاجه، هو ده باب السعاده بالنسبه لناس كتير؟ لا، احنا لما ظبطنا معدل فيتامين دي 3 في جسمنا انا قللت معدل الكآبه والدايره المغلقه بتاعت الشهيه المفتوحه والاكل. فانا واحده واحده عملت لك سيطره بالبيستا الالياف المليئه على الشهيه، واديتك حاجات تخلي بعد كده شهيتك مش مفتوحه حتى لما نوقف بيستا او في مرحله التثبيت اللي هنوصل لها مع فريقنا الطبي اللي هيتواصل معاكم على الارقام اللي ظاهره على الشاشه وصفحه بايو بيستا. هتتابع معاه اسبوعيا مرحله الخصيه توصل لهدفك، يبتدي يثبت معاك ويتاكد ان انت ملتزم بفيتاميناتك عشان بعد ما تخلص الكورس خالص خالص وتوصل للوزن المثالي حته الشهيه تكون حصل فيها يعني قلت كتير وحرقك بقى رجع تاني كويس. رائع جدا. هو في بقى حاجه زي بيستا للناس اللي عايزه تتخن؟ عايزينكم تعملوا لنا حاجه والله كده. يا شركه بايو ناتشرز عندها يعني بورتفوليو كبير جدا من المنتجات، لان في ناس كتير بتطلب ده على فكره، بتطرحها دايما باستمرار تدريجيا. فعشان كده بقول لاي حد يدخل على صفحه بايو بيستا هيلاقي دايما تنوع في المنتجات اللي تناسب اعمار كتير وطبعا كلها طبيعيه 100%. الناس اللي عايزه تتخن دي انا بحس ان هي ناس يعني مش محظوظه او بنحسدهم، لا اكيد لا، بس بس لا بجد يعني عايز تتخن كل يعني دي متعه يعني والله صدقي. ما بصي كل واحد بقى متعه انك تاكل اصلا، بيبقوا قادرين. تخيلي يا نهاوند انا بيجي لي فعلا حالات ما كريم كده على فكره. كريم من الناس اللي ما بيهي يعني كريم نبقى مثلا قاعدين كلنا بناكل ياخد قطمه 2 3 4 وبيبقى شبع ولو احنا نبقى لسه ما كلناش اصلا. بالظبط، ولو ضغطوا على نفسهم بيتعبوا، فهي محدش مرتاح. بس اكيد اكيد المشكله الاكبر ان مريض السمنه اللي بيؤدي الى امراض مزمنه كتير جدا، اخطر بكتير، على القلب والسكر والكوليسترول، اصابه السمنه السكر النوع الثاني. فاكيد اكيد ان السمنه مرض اخطر بكتير جدا طبعًا من النحافه. طبعا أكيد. اتفق معاكي 100%. طيب لو هنروح لمكمل غذائي وتحديدا الب مالتي فيت، وازاي ده ممكن يكون بيعمل بالانس مع الخساسان او مع بيستا تحديدا؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نتفق على حاجه يا نهاوند، ان بيستا نفسه الساشت اللي هناخدها قبل كل وجبه بنص ساعه عشان تحد من الشهيه بتاعتنا
هو نفسه في فيتامين سي وفي كروميوم بتركيز عالي محترم جدا. واللي مش ناس كتير عارفينه ان فيتامين سي دايما بنقول ده فيتامين المناعه عشان نقوي المناعه، لا ده في معلومه رائعه عن فيتامين سي بقى هواند، ان هو بيروح يطلع الدهون من جوه الخلايا بالذات العنيده، يعني منطقه الكرش، البطن، الارداف عند السيدات، فمش بيساعدك تخسي وخلاص. يعني دايما الناس اللي متابعه المتابعه المجانيه على الكورس مع الارقام اللي ظاهره على الشاشه بيقولوا ايه بقى لفريقنا الطبي؟ مثلا هي كانت وزنها مثلا 70 كيلو بعد الولاده وعايزه ترجع تاني لوزنها الاولاني، انا كان وزني 60. بتقول وانا وزني 60 قبل ما امشي على بيستا وانا بنوته لسه كنت بلبس مثلا في المقاسات مقاس ميديم. لما خست على بيستا ورجعت لوزنها اللي قبل الحمل بقيت بلبس سمول. فده نتيجه ايه بقى؟ ان احنا ممكن على فكره انت تخسي وانا اخس بطرق مختلفه، انت تحسي بطريقه غير صحيه وانا بطريقه صحيه، انا متابعه مع حد متخصص فعلا وبيقول لي الصح ايه والغلط ايه، باخد فيتامينز، باخد منتج زي اللي انا بتكلم عنه فيه فيتامين سي وكروميوم، وباخد مالتي فيتامين فيه كل العناصر. انت خسيتي دهون بصوره قويه جدا بالظبط كده، خسيتي دهون بصوره قويه فحصل نحت لجسمك يا نهاوند، الدهون اللي في المناطق العنيده راحت. لا معلش دي نقطه مهمه جدا، يعني احنا بنتكلم ان بيستا هنا لما بيخسس هو مش بيخسسك ان جنرال في جسمك كله تلاقي وشك باظ او حاجه، لا هو بيروح للدهون المتراكمه في منطقه معينه العنيده. طب ده رائع بالظبط، ده في ناس تعمل سيرجريز يعني بتعمل عمليات عشان ده مظبوط، وفي نفس الوقت بيعمل ايه الكروميوم بقى التاني اللي هو بيشتغل ان عضلاتك تكون احسن فيديكي الباور او الطاقه اللي ناس كتير بتفتقدها مع اي نظام غذائي او صح. اي كورس بيمشوا عليه، ده احنا ماشيين على دايت انا مش قادر انا تعبان انا اتحرك مودي وحش انا متعصب انا بروح من الشغل ما عنديش استعداد لا انزل اتحرك ولا اعمل رياضه ولا اتمشى لان انا ماشي على دايت قاسي. لا احنا ما عندناش دايت قاسي، احنا عندنا زي ما قلنا حاجه تحجم شهيتنا، نخس من 8 ل 12 كيلو شهريا بطريقه امنه وصحيه من غير الشعور بالحرمان. والنقطه الاخيره اللي عايزه اقولها لاي حد بيتفرج علينا، تقدروا تتواصلوا على الارقام اللي ظاهره على الشاشه وصفحه بايو بيستا لشركه بايو ناتشرز، هي الوكيل الحصري لكورس بيستا المتكامل اللي هو بيستا ألب مالتي فيت مستخلص القهوة الخضراء والهدية فيتامين دي 3 مع المتابعة المجانية مع فريقنا الطبي. يعني ايه تاني بقى؟ ما فيش احنا ننهي بقى الفقرة. ما عندناش عذر بقى، ما عندناش ننهي بقى الفقرة كده. في سنة. يعني أي استفسار طبعا ابعته على الصفحة يتم التواصل مع حضراتكم. تالي برضو فكرة المتابعة مع الاستخدام وما بعد الاستخدام دي نقطة مهمة جدا كلنا في حاجة ليها، إن احنا دايما يبقى في حد بيتابعنا برضو في خلال مشوارنا أو رحلتنا مع يعني فقداننا للوزن أو وصولنا كمان للوزن المثالي. دكتور ريم نورتينا، وملف مهم ولسه عندنا كلام كتير جدا في صحيح. موضوع السمنه خلال فصل الشتاء، لان يعني احنا لسه بنقول هنبدا لفصل الشتاء فاكيد هيبقى في اسئله وهيبقى في استفسارات كتيره. بشكر حضراتكم على كل حال لمتابعتنا النهارده للحلقه وكمان للفقره الطبيه، ونشوفكم بكره انا وكريم حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.